رغبة الجماهير. هنبدأ في لحن هوسئوف. هوسئوف اختيار صائب من المسؤولين على الحصة. هوسئوف لحن غني، لحن سليم، لحن جميل، غني بهزاته وغني بنغماته، غني بمعنى الكلمة، غني لأنه بيسلف أغلب ألحان الكنيسة. أغلب ألحان الكنيسة بتيجي تخبط على راس قرف، لو سمحت اديني حتة بربع جنيه، اديني حتة بنص جنيه. يعني أنت حفظت راس قرف، حفظت راس قرف، هتبقى حفظت بلك الألحان. كل ما تيجي تحفظ لحن تلاقيه مستلف من وصيف. ده في الآن مستلفة تقريبا 90% من وصيف. فده هيساعدك كتير قوي قوي. فهو لحن وصيف ده أفضل على ألحان كتير قوي في الكنيسة. هو مسلف أغلب ألحان الكنيسة نغمات. عشان كده هو فعلا لحن غني. هوسئوف للي أول مرة يسمع عنه، لحن من ألحان الهوس الثالث. الهوس الثالث بيتختم بثلاث ألحان، لحن اسمه تشويس، ولحن هوس إيروف، ولحن أري هو تشاس. ده واحد منهم هوس إيروف، يعني قبليه لحن وبعديه لحن، ده في النص. طبعا هو اللحن التقيل اللي فيهم، فغالبا أغلب اللي بيبقوا مش مستلمينه يروحوا ايه؟ واكلينه في النص كده كانه مش موجود يعني. مع انه هو فعلا لحن غني وجميل. طيب احنا زي ما حفظنا قبل كده مع بعض، الالحان بتتقسم ايه؟ محطات، تمام؟ لحن هوسئوف خمس محطات. لحن هوسئوف خمس محطات. تعالوا نشوف مع بعض الرسمة دي هتوصلنا ولا لا. اللي قدامنا دي المحط الأول. هوس Oh,
ستين صغيرين واصلا هي شو بتتم زي Yeah.
الأول خالص.
Hey.
فيهم وما بتلزقش فيهم. يبقى تاني Yeah.
النهاية دي مع البداية دي. بالنسبة للطبقة أنا ما بغيرش طبقة، عشان أنتوا لما أنا قلت لكم إن دول الهاديين ودول عاديين، أنت بتيجي بعد دول وتروح إيه؟ معلي، لا، عاليين دول عاليين مقارنة بدول. لما أقارن دول بدول هيبقوا دول عاديين، لكن أنا جاي أصلاً من إيه؟ من نغم عالي فمستمر زي ما أنا ما بغيرش طبقة. بمعنى إيه؟ بص نفس الطبقة الهزة دي أروح ماسكها وأبدأ بيها زي ما أنا ما غيرتش طبقة خالص. تاني دور مرة كده معانا.
خلاص ايه ده؟ ايوه ماشي حاضر. يلا ناخد بركه. ماشي ركز بس. هوس ايه